تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملاك الفرع اليوم تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية و يعني العمليات التواصلية المرتبطة بتنوير الرأي العام حول هذا الملف ما يعرف إعلاميا بالتعاقد أو ما يسمى بموظفي الأكاديمية. إذن بالنسبة هناك مستجد أساسي بالنسبة لنا هو دخول النظام الأساسي لهذه الفئة حيز التنفيذ ابتداء من 1 شتنبر 2018 بعد مصادقة المجلس الإداري على هذه الوثيقة الأساسية التي تتضمن كل الحقوق والواجبات الخاصة بهذه الفئة. وقد عرضنا عليكم هذه الحقوق ولاحظنا أنها تشبه وهي يعني جميع الحقوق المكفولة بحكم الموظفين والتابع للوظيفة العمومية هي مكفولة لموظفي الأكاديمية مع فرق بسيط هو أنه تابعين للأكاديمية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي التي قامت بتوظيفهم ولهم من الحقوق ما لغيرهم من باقي الموظفين لأنه في آخر المطاف الهدف هو واحد وأنه يعني المهمة هي واحدة هي تحقيق جودة على مستوى الفصل الدراسي على الارتقاء بمستوى التعلمات لدى المتعلمين والمتعلمات وبالتالي نحن مطالبون كأكاديمية أنه نسهر على التأهيل ديال هذه العطور كباقي العطور سواء من خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر أو التكوين عن بعد وهو ما سنعمل عليه. إذن هذه الخطوة التواصلية قلت هي تتويج للمحطة التواصلية السابقة من أجل رفع كل لبس حول هذا الملف ومن أجل طمأنتهم من أجل تمكينهم من أداء مهمتهم النبيلة في أحسن الظروف دون تشويش ودون تغليط لأنه لهم من الحقوق ما لغيرهم وبالتالي لا أعتقد أنه يمكن الآن أن نتحدث عن فئتين من الموظفين بل موظفين جسم واحد يؤدي رسالة التربية والتكوين وهي رسالة نبيلة كما تعلمون تستهدف الارتقاء بالوضع للمتعلمين والمتعلمات حتى نحقق الأهداف المرجوة من إصلاح التربية.